بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا في انجيل مرقس اصحاح 11. وصلنا لقصه دخول المسيح له المجد اورشليم والزفه بتاعت حد الشعنين واستقبال رؤساء الكهنه والكتبه السيء لربنا يسوع له المجد. وبعدين دخلنا في موضوع التينة اللي لعنها ربنا يسوع، وقفنا عند الآية بتاعة 23: لأن الحق أقول لكم أن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقول يكون، فمهما قال يكون له. لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. تاني نكمل كلامنا في حكاية آمنوا أن تنالوه. الإيمان بيظهر في حاجات كتير قوي، منها موقف الصلاة. معلمنا بولس شرح الحتة دي في عبرانيين 11 وهو بيشرح الإيمان كفلسفة كمعنى، وقال لأن الذي يأتي إلى الله ينبغي أن يؤمن أنه موجود وأنه يجازي الذين يسألونه، يعني اللي جاي يكلم ربنا. ضمنيا عنده إيمان أن في ربنا وربنا بيسمع وبيستجيب، وإلا ما كانش هيصلي. فمجرد وقفة الصلاة البسيطة دي محمولة على إيمان. إنما برضو بتفرق من واحد لواحد. واحد وهو بيكلم ربنا متأكد إن ربنا سمعه، فمركز في كلامه ومرتاح وهو بيكلم ربنا، وبعد ما بيخلص الصلاة مطمن إن ربنا سمع وهيستجيب. وبين واحد واقف مش حاسس إن في ربنا أو مش مركز في ربنا، أو حتى لما يخلص الصلاة مش مطمن إن ربنا هيستجيب ولا حاجة. هنا تفرق بقى، يبقى صلاة عن صلاة تميز الإيمان. في واحد طالما حط الموضوع قدام ربنا عنده كل الثقة إن ربنا هيتصرف، فيطلع من الصلاة فرحان ومرتاح وخلاص عارف كل حاجة هتبقى حلو بدل صلاة. وفي واحد تاني يصلي ويطلع ويفضل برضه متضايق ومهموم. طب أمال أنت صليت عملت إيه؟ مش أنت سلمت الموضوع لربنا؟ طب ليه لسه قلقان؟ يبقى ضعف ايمان. بدل سلمته لربنا خلاص طم كل حاجه هتمشي كويس. كل ما تطلبونه حينما تصلون فامنوا ان تنالوه فيكون لكم. برضو واحد يقول حتى في الامور الارضيه، الامور الروحيه القاعده دي مطلقه. يعني ايه؟ كل اللي بتصليه من أجل خلاص نفسك وخلاص الناس ده حسب مشيئة الله، فربنا لازم هيستجيب بس في الوقت اللي هو يشوفه. أما الأمور الأرضية فيدخل هنا معيار تاني هو مشيئة الله. بمعنى إيه؟ يعني ربنا يسوع له كل المجد اللي سماه بولس رئيس الإيمان من الناحية البشرية، يعني هو المثل الأعلى في كل حاجة. ربنا يسوع له المجد فسماه رئيس الإيمان ومكمله يسوع. لما المسيح صلى في ليلة صليبه كان بيصلي عشان إيه؟ إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس، الكأس المرار بتاع الصليب والألم. إنما على طول يقول بعدها إيه؟ ولكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. يبقى كل ما يتعلق بالتجارب والهموم والكم يوم اللي هنقعدهم على الأرض أحسن نتعلم من المسيح المثل الأعلى ده، لأنه رئيس الإيمان. اطلب واصرخ، والمسيح له المجد قعد يطلب كذا مرة وكرر الصلاة دي على الأقل 3 مرات. واطلب من ربنا يرفع التجربة أو يعبر الكأس عنك. إنما لازم في آخر الصلاة تقول إيه؟ لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. عشان الحته دي انت مش عارف، احنا بقى كبشر مش عارفين يا ترى التجربه دي
مصلحة تكمل ولا مصلحة تتشال؟ يا ترى تخلص دلوقتي أحسن ولا تطول أكتر أحسن؟ دي في علم الله. إنما لما تقول له رب اديني توبة، خلاص هو عاوز يديلك توبة، حتى لو ما قلتش لتكن لا مشيئة بل مشيئتك، هنا المشيئة بتاعتك زي مشيئة ربنا، هو عاوز كل الناس تتوب. لما تقول له رب وسع قلبي خليني أحب كل الناس، حتى لو ما قلتش لتكن مشيئتك، ما هي مشيئة ربنا أنك تحب كل الناس. لما تقول له رب نفسي أوصل السماء، اديني ملكوتك أنا وكل الناس اللي حواليا، اطلب براحتك. ليه؟ لأن مشيئة الله أن كل الناس تروح السماء. يبقى الطلبات الروحية قلها بكامل الثقة، أما الطلبات المرتبطة بحياتنا اللي لسه كم يوم على الأرض، حط معها في الآخر إيه؟ كنوع من الإيمان، مش من كنوع من التشكك، برضو لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. ليه؟ لأن إيمانك يرفعك ويأكد لك أن اللي بيعمله ربنا هو الصح، وأنه لو تأخر اللي بيعمله برضو صح، ولو عقدت زيادة يبقى فيها خير أكتر. وعد ربنا كده، كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. خلاص بدل وعده كده يبقى اللي بيعمله صح. فحتى لو طلبت أن تعبر الكأس عنك، وده من حقك تعمل زي ربنا يسوع له المجد، حط معاها لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. طلبك أن تعبر الكأس نوع من الإيمان، لأنك عارف أن ربنا الوحيد اللي يقدر يرفع الكأس. وطلبك لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك برضو نوع من الإيمان، لأن معناه أن ثقتك في حكمة الله أكثر من ثقتك في حكمتك أنت واللي أنت شايفه. يبقى الطلبة دي فيها إيمان والطلبة دي فيها إيمان. كل ما تطلبون حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. ومتى وقفتم تصلون؟ يبقى هو حطلنا شرط مهم قوي، أن الصلاة تبقى بإيمان، والإيمان ينقل جبال مهما كانت حكاية صعبة. حط شرط تاني، في شرط تاني مهم قوي في الصلاة ساعات الناس تنساه، فيقول ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات ذلاتكم، وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في السماوات أيضا ذلاتكم. شوفوا التعبير، متى وقفتم تصلون، برضو يبقى الصلاة لازم الواحد واقف فيها برضو، يعني العبادة فيها عبادة جسدية، إن كان وقوف أو سجود أو ركوع خشوع، وإن كانت الصلاة أساسا حركة قلبية وذهنية وروحية. فاغفروا، اغفروا وانت واقف تصلي. يعني ايه؟ ما انت عشان تقف قدام ربنا تطلب غفران، في اللحظة دي لازم تفتكر ان ربنا طلبك انت بالغفران، حطلك شرط، والشرط ده الواحد بيقوله كل يوم من غير ما ياخد باله، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين اليه. انت نفسك حافظ الشرط وبتقوله يوميا بدل المرة مرات، محدش فينا ممكن ينسى الشرط ده، بيقوله في أبانا الذي كل يوم. في شرط وانت بتصلي عشان تستجاب صلاتك، وأغلى طلبة غفران الخطايا، ما ربنا ينعم عليك بغفران الخطايا، دي حاجة حلوة أوي. طب بس ليها شرط، انت مسامح ولا مش مسامح الناس؟ انت غفرت لأخوك ولا جاي شايل منه؟ لو لم تغفر يبقى مالكش عين تقول اغفر لنا. وعشان كده يقول متى وقفتم تصلون فاغفروا، يعني وانت واقف تصلي هتفتكر ازاي هرفع ايدي لربنا واقول له رب سامحني وانا لسه شايل من اخويا او زعلان معاه، مش هينفع. زي ما علمنا ربنا يسوع له المجد وقال ان قدمت قربانك وهناك تذكرت ان لاخيك شيئا عليك، اترك هناك قربانك على المذبح واذهب اولا اصطلح مع اخيك. فوانت بتصلي هتفتكر. وبرضه دي حاجه مهمه، ان الواحد ممكن وهو بيصلي يراجع موقفه من اللي حواليه. في ناس قبل ما تصلي تتهيأ للصلاه بنوع من حساب النفس، يقعد يفكر يا ترى في حد زعلان مني،
يا ترى أنا قلبي شايل من حد قبل ما يبتدي يصلي، عشان لما يصلي يبقى نقي قدام ربنا. الاستعداد الداخلي ده أهم حتى من الاستعداد الخارجي. النقاوة الداخلية، أنت داخل تكلم ربنا. طب ربنا قدوس ما فيهوش حاجة وحشة أبدا، طب لو في حاجة وحشة جوه هتكلمه إزاي؟ فهنا عملية فحص القلب أو فحص الذهن أو محاسبة النفس ولو في دقائق قبل وقفة الصلاة أو قبل القداس بتخلي الواحد يستعد للقاء المسيح له المجد. من أهم الشروط بقى الحتة دي، إنك بتراجع موقفك من الناس. في حد أنا زعلان منه أو في حد هو زعلان مني، ونشوف نحلها إزاي، نشوف نصلح الموقف إزاي. الأول من ناحيتك لابد أن تغفر. واحد يقول هو كلمة اغفره دي يعني سهلة كده؟ طب افرض واحد تعبني وأذيني لا، ما انت بص، هي وصية. الوصية لما تيجي كفعل أمر ما تقدرش عليها، عندك حاجة تعملها، تقول ايه؟ يا رب ساعدني، بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. ربنا سأل كده بعد ما قال وصايا كثيرة وكثير منها يبدو صعب، قال يا جماعة في حل، بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. كأن بولس الرسول يرد على المسيح ويقول له ايه؟ أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. فلو لقيت قلبك مقفول من حد ومش قادر لوحدك تنسى وتسامح، هتصرخ لربنا وتقول له يا رب قويني، افتح قلبي، انا مش عارف، مش عارف اسامح، مش عارف انساله اللي عمله. زي ما انت بتغفر لي وبتنسالي ساعدني ابقى شبهك، اغفر له وانساه. انا مش قادر على وصيتك، انت تديني قوه. من له يعطى ويزداد، اللي بيطلب من ربنا ياخد ويزداد، وتلاقي قلبك عمال يوسع كل ما، والوصيه اللي كانت تبدو صعبه، غفران للناس دي صعبة أحيانا، تلاقي نفسك بقيت بتنسى وبقى قلبك أبيض وبقيت طيب، وبقت الناس لما تغلط بسهولة أنت الموضوع بالنسبة لك يعني يعدي، ما انتش تعبان، وتبقى زي النخلة كده زي ما يقول الكتاب الصديق كالنخلة يزهو. الناس ترميك بالطوب تنزل بلح، يعني ما انتش ما عندكش طوب ترميه خلاص، ما عندكش أي نوع من الكراهية جواك، كل اللي عندك حب للي يحبك واللي ما يحبكش. دي هتيجي ازاي دي؟ هتيجي من كتر الصلاة، لما تصلي وتطلب ربنا يديلك. إنما وانت بتصلي اغفر، وكأنك بتراجع موقفك وتغفر. برضو تدريب تاني علمه لنا ربنا يسوع له المجد، إنك لما تلاقي واحد وانت بتصلي في بالك مش مرتاح له، قال صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. يعني يمكن اللي أساء إليك بعيد عنك، مفيش وسيلة اتصال، أو مفيش دلوقتي مجال للتعامل كتير. طب عشان قلبك يتنقى تعمل إيه؟ صلي له، يا رب اهديه وهديني، يا رب سامحه وسامحني، يا رب اصلح حاله وحالي. لما تقول كده، لما تيجي تصلي بعد كده كأن السماء مفتوحة. ليه؟ لأنك التزمت بتعليم المسيح له المجد. حينما تقفون لتصلوا اغفروا، اغفروا إن كان لكم على أحد شيء، لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات زلاتكم. حاجة كمان تساعدك تغفر، حكاية زلاتكم دي، ما هو لو الواحد فينا فاكر قد إيه غلط في ربنا وقد إيه مديون لربنا، مش هيبقى صعب عليه يسامح الناس. ليه؟ لأنه عليه دين كبير قوي، فكون يسقط من حساباته مديونية الناس ليه دي ولا حاجة جنب المديونية اللي هو مديون بها ربنا. فربنا حاطط مساومة يعني الحقيقة متنازل فيها جدا. تصور المثل اللي حكاه عن الاثنين المديونين، افرض انت النهاردة مديون لواحد بألف جنيه، مية ألف جنيه، واحد مديون لك بمية جنيه، وربنا قال لك ايه؟ او الشخص اللي ابو مية الف ده، انت المفروض تسدد له مية الف.
قال لك شوف هنشيل المية دي قصاد المية دي، طب دي مية ودي 100,000، معلش شيل دي قصاد دي، مين كسبان؟ ده انت كسبان تمام، وتبقى يعني مش حكيم ابدا لو ضيعت الفرصة. انما انت عاوز تاخد 100,000 بتاعتك وتطلع كده مش مديون، وتفضل قلب عاوز 100 جنيه من اخوك، ده انت بصراحة طماع بقى. لو فكرتها ده انت كسبان تمام. لما تسامح اخوك اللي غلط فيك دي ما تجيش حاجة جنب اللي عملناه في ربنا وجنب الرصيد اللي علينا. طب ربنا حاطط الرصيد ده كله في كفة وغفرانك لاخوك في كفة، طب ده المفروض يعني تقبل على طول العرض ده. اغفروا ان كان لكم على احد شيء لكي يغفر لكم ايضا ابوكم الذي في السماوات زلاتكم وان لم تغفروا. عشان برضو يوضح ان العكس خطير، ان لم تغفروا انتم لا يغفر ابوكم الذي في السماوات ايضا زلاتكم. وجاءوا ايضا الى اورشليم. احنا قلنا دلوقتي ربنا يسوع دخل اورشليم يوم الحد، وبعدين بقى يطلع يبات في بيت عنيا عند مريم ومارثا والعازر، ويرجع تاني اورشليم، وخلاص دي الاسبوع الاخير، ده اسبوع الالام ده. بيدخل اورشليم يقابل الناس في الهيكل ويوعظ، ويرجع بيت عنيا، وخلاص فاضل له ساعات وتاتي نهايه او تاتي ميعاد الصليب. وفيما هو يمشي في الهيكل اقبل اليه رؤساء الكهنه والكتب والشيوخ. فتاني يوم بعد ما اعترض الباعه والكلام ده. فلما دخل الهيكل حواليه حبايب كتير. دخل وسطهم رؤساء الكهنه والكتب والشيوخ. وقالوا له: بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان حتى تفعل هذا؟ هما بيسألوا عليا. هو كون ربنا يسوع له المجد وقف في الهيكل غير نظامه وطرد الباعة بره وطرد البهائم اللي بتتباع في حوش الهيكل ورفع خلاهم يرفعوا أقفاص الحمام اللي بتتباع وقلب موائد الصيارفة، ده غير النظام. طب وهو يعني صاحب الهيكل في نظرهم يعني عشان يعمل كده؟ هو لا رئيس كهنة يهودي ولا له في نظرهم مسؤولية تسمح له انه يعمل كده. فبيسألوه عن هذا السلطان، هم هنا مش بيسألوه عن سلطان المعجزات او سلطان الغفران، السلطان اللي بان بيه في الهيكل. بأي سلطان بتقول بيتي بيت الصلاة؟ ما هم بقى ما عندهمش إيمان إن المسيح صاحب البيت، المسيح له المجد إله الكل. بأي سلطان تفعل هذا؟ أو من أعطاك هذا السلطان؟ هل حد وكلك يعني على الهيكل؟ هل في رئيس كهنة فينا قال روح أعمل ثورة تصحيح في الهيكل؟ ما هم متغاظين منه، لأنه طبعا البزنس اللي كان شغال في الهيكل ده كان هم واخدين منه كتير، كان في فساد وفي كتير من الفلوس دي مصالح لرؤساء الكهنة والكتبة. فأجاب يسوع وقال لهم: وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة، أجيبوني فأقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. ليه ربنا يسوع له المجد ما جاوبش على طول؟ المسيح له المجد كان بيتسأل وكتير ما كان يجاوب. هو الإجابة بتاعت السؤال من أعطاك هذا السلطان أو بأي سلطان كانت هي معناها أنا صاحب السلطان، أنا وضع الشريعة، أنا هنا الكل في الكل. طبعا هنا معناها إعلان لاهوته، هيقولوا قد قدس ويمسكوه عليه، وهو لسه مأجل الساعات لغاية ما تيجي ساعة صليبه، كل حاجة بحساب. الحاجة الثانية كقاعدة كده الظاهر ربنا بيعلمها لنا، إن اللي بيسأل بغرض سيء لا يستحق الإجابة. هما هنا بيسألوه عشان يمشوا وراه، عشان يخضعوا ليه؟ لا، دول أشرار أهو، عاوزين يمسكوا على ربنا يسوع له المجد غلطة، عشان يقول أنا صاحب السلطان في الهيكل، خلاص كده مسكوا عليه غلطة وتهمة في نظرهم. فدي مؤامرة من ضمن مؤامراتهم، وفي شهود كتير قوي واقفين. فهم لا يستحقوا أن يسمعوا الحقيقة. ليه؟ لأن قلبهم مش نقي، مش عاوزين يسمعوا الحقيقة. ما هو ربنا يسوع أثبت لهم مرارا وتكرارا أنه ابن الله بالمعجزات وبالتعليم.
وحاولوا يرجموه كذا مرة، فالمرة دي مرضاش يجاوبهم. في واحد يجي ربنا عنده سؤال بس ربنا يتأخر عليه في الإجابة أو ما يجاوبوش. ليه؟ أنت بتسأل السؤال ليه؟ بأي قلب؟ بأي استعداد؟ هل بتسأل عشان تتعلم؟ ربنا يديك إجابة. هل بتسأل عشان خلاص نفسك؟ طبعا ربنا يجاوبك. ولا أنت بتسأل عشان تثبت للدنيا كلها أنك أنت صح وربنا غلط؟ طبعا مش هتسمع إجابة. فربنا يسوع له المجد بحكمته قال لهم خلاص أنا هسألكم سؤال، جاوبوني، لما تجاوبوني هجاوبكم، لما تجاوبوني هجاوبكم. قال لهم إيه؟ معمودية يوحنا من السماء كانت أم من الناس؟ أجيبوني. طب ليه السؤال ده بالذات؟ هو هيكشف لكل الموجودين دلوقتي خبث هؤلاء الكهنة والكتب. كل الناس اللي في الهيكل، البسطاء اليهود العاديين، كانوا يؤمنوا أن يوحنا نبي. يوحنا كان مات ساعتها، يوحنا المعمدان كان هيرود ساتر، وكل الناس تعتقد في هذا الرجل العظيم اللي خلى الألفات تتوب. وطلعوا طوابير يتعمدوا من قبلها بسنتين ثلاثة، فكل الناس تحب يوحنا جدا، وكل الناس تقولوا ده نبي جاي من ربنا. عشان كده المسيح لما سألوه رأيه قال لهم أنبي؟ أقول لكم أعظم من نبي. يعني إذا كنتوا أنتوا بتقولوا عليه نبي، ده أنا أقول لكم رأيي فيه، طبعا ده رأي ربنا، ده أعظم من نبي. وما كانش في المولودين من النساء أعظم منه. فالمسيح أو المجد موقفه من يوحنا واضح، فمش بيسأل عشان يعرف حاجة، هو عارف كل حاجة، إنما هو عاوز يكشف للناس خبث الناس دول. قال لهم معمودية يوحنا من الناس ولا من ربنا؟ هم يفكروا بقى، ففكروا في أنفسهم قائلين قلنا من السماء يقول فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس فخافوا الشعب. لو قالوا لا يوحنا من السماء طبعا هيقول لهم وانتوا بالذات ليه ما تعمدتوش؟ ما تكتبوش ليه على ليه انتوا ما سمعتلوش؟ اذا كانت معمودية يوحنا من السماء انتوا ليه لم تخضعوا للمعمودية دي؟ لو قالوا لا من الناس، لو قالوا كده اللي حواليهم يكلوهم، لأن بيحبوا يوحنا جدا، فهم كمان اتزنقوا، هم اتزنقوا كده. لو قالوا من السماء تحسب عليهم، ولو قالوا من الناس تتحسب عليهم. مش يقولوا مش هنقول، ما هم عارفين الإجابة انها من السماء، انما يقولوا ايه؟ يقولوا لأن يوحنا كان عند الجميع انه بالحقيقة نبي، فأجابوا وقالوا ليسوع لا نعلم. برضو دي كذبة، لأنهم عارفين، قالوا احنا مش عارفين، فزوغوا من السؤال. فأجاب يسوع، مش يقول لهم وأنا لا أعلم، لا، لأن المسيح يعلم السلطان طبعا وعمره ما هيكذب. فأجاب يسوع وقال لهم ولا أنا أقول لكم، يعني انتوا عارفين ومش عايزين تجاوبوا، ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. بدل انتوا مش عايزين تعترفوا وتقولوا، يبقى ضميركم ملتوي، أنا هقول لكم ليه، جاوبكم ليه. إذا ما كنتوش قبلتوا يوحنا اللي جاي من السماء نبي يشهد لي، هتقبلوا أنا أشهد عن نفسي؟ أنتوا يوحنا جالكم من السماء ورفضتوه وفرحتوا لما هيرودس خلص منه، طب هتيجي عندي وتقبلوا إزاي؟ إذا يجوز للإنسان لو لقى اللي قصاده بيسأل سؤال ولكن عن خبث، عن مكر، مش لازم يجاوب، لأن الكتاب بيقول لا تلقوا ضراركم للخنازير، لا تعطوا القدس للكلاب. إنما لو لقى اللي قصاده بيسأل عشان يتعلم لازم يجاوب ولازم يديله الحق. لكن كانت الإجابة واضحة وصريحة، المسيح له المجد يصنع هذا بسلطانه الشخصي لأنه هو صاحب الهيكل وصاحب الكل. إصحاح 12، وابتدأ يقول لهم بأمثال إنسان غرس كرما وأحاطه بسياج
وحفر حوض معصرة وبنى برجا وسلمه إلى كرمين وصفر. هيحكي ربنا يسوع هو في الهيكل وحواليه رؤساء الكهنة والكتبة وحوالي الشعب، فهيحكي حكاية اليهود بقى من الأول للآخر. القصة اللي جاية دي هي ملخص رحلة الشعب اليهودي مع ربنا يسوع، ملخص الحكاية كلها. فيقول ابتدى يقول لهم بأمثال: إنسان غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر حوض معصرة وبنى برجا وسلمه إلى كرمين وصفر. اليهود اللي واقفين كلهم مذكرين عهد قديم، بالذات رؤساء الكهنة والكتبة. القصة دي موجودة في أشعياء 5 تقريبا بنفس النص. هنقراها برضو من أشعياء 5 عشان تعرفوا خلفية اليهودي وهو بيسمع. فربنا يسوع بيقول له كلام هو سمعه قبل كده. هو بيقول له كلام سمعه قبل كده. ايه حكاية الكرم؟ الكرم ده إشارة للشعب اليهودي. والكرم حاجة ثمينة، والكرام دايما يحب كرمه. وبعدين لما يغرسوا كرم، الكرم محتاج عناية فائقة، من المزروعات اللي تحتاج متابعة دقيقة. وبعدين يعملوا معها ايه لما يكون واحد غني يعمل كرم كده محترم؟ يحط حواليه سياج. سياج يعني زي سور عشان محدش يدخل يقطف من الكرم يبوظه، وعشان الثعالب، كان في ثعالب تدخل تبوظ الكرم، فتبقى السياج ده زي السلك كده او حاجات كده ما تدخلش الثعالب الصغيرة، عشان هي كمان ما تدخلش تبوظ الكرم. من هنا جه كلام سفر النشيد: خذوا لنا الثعالب الصغار المفسدة للكروم، خلصونا من الثعالب دول. وبعد السياج يعمل حوض معصرة. يعني ايه؟ ما هم ياخدوا العنب اللي طالع يعصروه، ولما يعصروه يحطوه في قرب كده او ازايز بتاع زمان، ويبقى هو ده نتاج الكرم، ان كانوا بقى يخزنوه ولا يبيعوه. فالكرم هنا ثروة. وبعدين يعملوا برج حراسة. البرج ده للحراسة، كشك كده يعيش فيه الراجل الحارس او اكتر من حارس. وبعدين سلموا الى كرمين، جاب ناس كرمين بتفهم في الكرم، قال لهم انتم مسؤولين عن الكرم، وسافر. ده اللي عمله ربنا مع اليهود. غرس كرما، يعني اختار شعب من ضمن الشعوب وسيق حواليهم. تلاحظوا الشعب اليهودي كان ممنوع من الاختلاط بشعوب الأرض، وبعض القديسين قالوا السياج ده هو الشريعة اللي منعت أي يهودي يتعامل مع الناس غير اليهود. وبعدين حط حوض معصرة، يعني مستني منهم ثمر. ما هو الكرم ده أخرته عنب، والعنب ده يتاكل يتعصر. وبعدين عمل برج حراسة. البرج الحراسة ده بقى إيه؟ من كلمة ربنا أو من رؤساء الكهنة. وسلموا الكرامين اللي هم رؤساء الشعب اليهودي المسؤولين عن اليهود، وسافر. ثم أرسل إلى الكرامين في الوقت عبدا. في الوقت يعني الوقت، الموسم. الكروم لها مواسم، فمتوقع أن الكرم أثمرت وطلعت، وهيلاقي شغل، هيلاقي خير كتير. عبدا ليأخذ من الكرامين من ثمر الكرم، فأخذوه وجلدوه وارسلوه فارغا. طبعا دي حاجة تغيظ، ده هو صاحب الكرم، ده دول فعلة، دول بيشتغلوا عنده، ما هماش اصحاب مكان. فلما يبعث العبد ياخد الثمر ده طبيعي. مسكوا العبد من دول، ضربوه وجلدوه ومروحينه فاضي. مين العبد ده؟ نبي من الأنبياء. ما كل نبي جاي عاوز يحصد ثمر تعب ربنا مع الشعب. سمعوا كلمة ربنا، طب اتغيروا، طب تابوا، اتعدلوا، بقوا يحبوا ربنا، مفيش ثمر، يرجع لعين ربنا فاضي ومضروب كمان، مش بس فاضي. ثم أرسل إليهم أيضا عبدا آخر فرجموه وشجوه يعني خبطوا راسه، وأرسلوه مهانا. ثم أرسل أيضا آخر فقتلوه. ربنا يسوع بيحكي 2000 سنة من ساعة أبونا إبراهيم لغاية
اليوم اللي كان واقف فيه حوالي 1800 سنة من الخبرات، ان ربنا عمال يبعث لليهود انبياء، عد عليهم انبياء كتير قوي، مفيش نبي فيهم ارتاح، كل الانبياء اتبهدلوا وتعبوا، ومنهم اللي اتقتل زي اشعياء مشروب منشار. فهنا بيدي امثله بالعبيد دول، العبيد دول جايين من قبل صاحب الكرم، لكن يا بيرجعوا فاضيين يا بيموتوهم. ثم اخرين كثيرين بعد كتير، فجلدوا منهم بعضا وقتلوا بعضا. طب ايه، مش كفاية كده عليهم؟ فإذ كان له أيضا ابن واحد حبيب إليه أرسله أيضا إليهم أخيرا قائلا إنهم يهابون ابني. ما زال صاحب الكرم بقاله طويل وعنده رجاء أنه يتعدله وأنه يبقوا كويسين، فقالوا هبعت ابني هيعملوا له حساب، لأنه الوريث للمكان، صاحب المكان، مش معقول هيصدوه. قال هيهابوا ابني. فالمسيح له المجد بيتكلم وهو في المرحلة دي بقى، هو ده الابن الوحيد. ولكن أولئك الكرامين قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث. قالوا بس عشان احنا ايه ناخدها بقى تبقى بتاعتنا بعد كده الحكاية، هلموا نقتله فيكون لنا الميراث. يعني مش كفاهم كل اللي عملوه ده، دلوقتي طمعانين انه يخلصوا من الابن الوريث ده وياخدوا الكرم لحسابهم تمام. فأخذوه وقتلوه وأخرجوه خارج الكرم، بالضبط اللي حصل في ربنا يسوع. المسيح هيتصلب خارج أورشليم، خارج المحلة. فماذا يفعل صاحب الكرم؟ هنا ربنا يسوع بيحكي حكاية للناس في الهكر، حواليه مئات وألفات. الناس طبعا انفعلت بالقصة، انفعلت واتغاظت، ازاي المفترين دول يعملوا كده، عبد ورا عبد ورا عبد، وفي الاخر يعملوا كده في الابن. فربنا ما قالش الحكم بنفسه، سابهم هم اللي يقولوا الحكم، فقال لهم ماذا يفعل صاحب الكرم. تحس ان ربنا يسوع يحكي حكاية والناس بتسمع له وبيسخنوا في الحكاية وبيردوا، لان ربنا يسوع كان بيكلم ناس بسطاء فبيتعلقوا بيه جدا وبالأمثلة اللي بيقولها، وبدون مثل لم يكن يكلمهم. بقى ربنا يسوع لو قعد يشرح لهم يقول لهم أحكي لكم حكايتي مع الشعب اليهودي باللغة اللاهوتية العالية ما يعرفوش، لا هو بيحكيها كحكاية تبسط الموضوع. فماذا يفعل صاحب الكرم؟ هم بقى اللي ردوا، قالوا ايه، يأتي ويهلك الكرامين. هم اتغاظوا، ده لازم يجي بنفسه يموتهم ويعطي الكرم إلى آخرين. كأنه ربنا يسوع له المجد طلع الحكم منهم على نفسهم. طبعا اللي قالوا كده شعب البسيط، إنما رؤساء الكهنة فهموا إن الكلام عليهم، فتلاقي وشهم تلخبط لأنه الكلام ده ما يركبش غير عليهم. هوريكم قد إيه الكلام ده كان له خلفية في العهد القديم، لأن اللي واقف من اليهود بيسمع عارف كويس اللي يقصده المسيح، إلا الناس البسطاء خالص اللي ما عندهمش علم بالكتاب. فيقول في أشعياء 5 إيه، لأنشدن عن حبيبي نشيد محبية لكرمه، كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة، كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة، فنقبه ونقى حجارته وغرسه كرم سورق، نوع من الكروم الحلو، وبنى برجا في وسطه ونقر فيه أيضا معصرة، فانتظر أن يصنع عنبا صنع عنبا رديئا. والآن يا سكان أورشليم، شوفوا التعبير ده، ورجال يهوذا احكموا بيني وبين كرمي. هي بانت في مرقس 11، بيقول احكموا انتوا بقى بيني وبين كرمي، يا رجال يهوذا وسكان أورشليم احكموا بيني وبين كرمي، ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه له؟ لماذا إذا انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديئا؟ قالوا احكموا أنت، بعد كل اللي عملته يطلع عنب رديء ما يطلعش ثمر؟ طب أعمل إيه أكثر من اللي عملته؟ احكموا أنتم. ف
فالآن أعرفكم ماذا أصنع بكرمه، أنزع سياجه، خلاص بقى الهيكل هيخرب، فيصير للرعي، أهدم جدرانه فيصير للدوس، أجعله خرابا لا يقضب ولا ينقب، فيطلع شوك وحسك وأوصي الغيم ألا يمطر عليه مطرا. ولألا واحد ما يكونش فاهم يقول إيه، إن كرم رب الجنود هو بيت إسرائيل، يبقى مش احنا اللي بنفسر، ده الكتاب المقدس اللي قال إن كرم رب الجنود هو بيت إسرائيل، يبقى الكرمين الأرضياء هم رؤساء الشعب والكهن، ويبقى ربنا طول باله عليهم مرة ومرات وبعد الأنبياء قتلوا منهم وجلدوا منهم، وفي الآخر جالهم فقتلوه. ماذا يصنع للكرم أكثر من ده كله؟ احكموا أنتم بيني وبين كرمي. فهو نفس السؤال اللي سأله المسيح له المجد، ماذا يفعل صاحب الكرم؟ كل الشعب قال يأتي ويهلك الكرمين. ومن هنا كان الختام. تلاحظوا أنها ماشية مع قصة شجرة التين بتاعت الإصحاح اللي فات، هي نفس الفكر، شجرة التين مورقة لها منظر لكن تستحق اللعنة لأن ما فيهاش ثمر، لأن المسيح مستني ثمر، وشجرة كبيرة وضخمة وقديمة وعجوزة إنها ما بتطلعش ثمر. اللعنة لشجرة التين، المثل بتاع الكرمين كله إعلان نهاية العهد القديم. بمعنى إيه؟ مش لأن ربنا قصر، حاشا، لأن الشعب لم يستحق محبة ربنا، رفض ربنا ومحبته وأنبيائه، هو زي بيتكم يترك لكم خرابا. يأتي ويهلك الكرمين ويعطي الكرم إلى آخرين. فرد عليهم ربنا يسوع له المجد وقال لهم إيه، أما قرأتم هذا المكتوب؟ هم يهود حافظين. أقول لكم المزمور ده 118 ده كان محفوظ عند أغلب اليهود لأنه كان مزمور بيتقال في الأعياد، والبعض بيقول كان بيتقال يمكن كل يوم، اللي بنقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه. في المزمور ده بيقول إيه، الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. طب ليه المسيح له المجد حط دي هنا؟ عشان يقول الحجر اللي هتقوم عليه كنيسة العهد الجديد، هيكل العهد الجديد، هيرفض من البنائين. مين البناؤون؟ هم نفسهم الكرامين. مين الكرامين والبنائين؟ هم رجال العهد القديم اللي هم الكهنة رؤساء الشعب الأشرار، دول رفضوا أن يكون المسيح له المجد حجر الزاوية، حجر الأساس اللي يقفوا عليه، اللي تبني عليه الكنيسة. هم رفضوه، قال لهم شوفوا بقى الحجر اللي مش هيعجب البنائين ده، اللي هي إشارة للابن الوريث اللي ما عجبهمش وموتوه، هو صار رأس الزاوية، هو ده اللي هتقوم عليه الكنيسة كلها. طبعا مين فاهم كويس قوي الكلام؟ رؤساء الكهنة، عارفين ان الكلام كله فيهم، وفاهمين ان هم البناؤون اللي رفضوه، لكن هو اللي هيبقى رأس الزاوية وهم اللي هيروحوا الحلم. هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا، بقية المزمور بيقول كده، يعني ربنا رايد بكده، عاوز كده، خطة ربنا كده، الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. وهو عجيب في أعيننا. ليه عجيب؟ عجيب يا رب أن الشعب اللي تفضل معاه أكثر من 1500 سنة يرفضك ويوصل لكده، والأمم اللي احنا كنا منهم، احنا اللي كنا جهلة بكل شيء، نبقى احنا شعبك بعد كده ونبقى احنا رعيتك. عجيب صحيح، عجيب أن المسيح له المجد إله الكل يرفض ويقتل. عجيب، عجيب في أعيننا تدبير ربنا، خطة الخلاص عجيبة. ربنا سمح أن يرفض أولاده الأنبياء بالعشرات والمئات السنين ويتبهدلوا ويتعبوا، ويجي هو في نهاية الرحلة كلها ويصلب عشان في الآخر يبتدي عهد جديد بدمه، ويبقى كده خلاص اليهود خدوا فرصهم تماما وملهمش خلاص إلا بالإيمان بالمسيح له المجد. فهو عجيب في أعيننا، عجيب ومفرح لينا. ليه؟ لأننا صرنا شعب المختار دلوقتي، كل الذين يؤمنون دخلوا بقى في إيه؟ الشعب
المختار لله في العهد الجديد، فطلبوا أن يمسكوه من غزهم، وما فهموا طبعا، طلبوا أن يمسكوه في اللحظة دي كانوا هيموتوه، ولكنهم خافوا من الجمع، عشان كده ابتدوا المؤامرات تشد حيلها قوي الأسبوع ده. ليه؟ خلاص الكلام بقى صريح، كلام كده بقى صريح والصدام واضح جدا قدام كل الناس. لو كانوا طالوا يصلبوه في الوقت ده كانوا صلبوه، لكن هو لسه في الهيكل وحواليه ألفات من اللي بيحبوه، فمش هيعرفوا يعملوا حاجة. خافوا من الجمع لأنهم عرفوا أنه قال المثل عليهم فتركوه ومضوا. طب انت عرفت ان المسيح بيقول الكلام عليكم، طيب المفروض الناس تعمل ايه؟ تتوب بقى، بدل راكب عليكم الكلام بهذا الوضوح، ومذاكرين أشعياء 5 والمسيح لو المجد بيفسره والتفسير راكب بشكل منطبق تماما في كل تفاصيله. خليكوا كرامين عاقلين، خليكوا بنائين عاقلين، روحوا اسجدوا تحت رجليه وقولوا له انت حجر الزاوية، انت الكل في الكل، احنا اخطأنا. انما لا، العند والكبرياء والأسوة القلب والمصالح والفلوس بتعميهم، لهم عيون يبصرون ولا يبصرون. عرفوا ان المثل عليهم فزاد عندهم وزاد كبرياءهم وزاد عداوتهم لربنا يسوع له المجد. هنا بقى كل قوى الشر تكتفت امام المسيح، اجتمعوا بقى كل الاشرار اللي بيكرهوا الحق بيكرهوا ربنا يسوع، عملوا جبهه واحده. كان زمان الفريسيين دول مجموعه، الصدقيين دول مجموعه، في مجموعه ثالثه اسمها الهيروديسيين، دول ما يحبوش بعض، محدش يحب الثاني، وكل واحد له طريقته وله منهجه. انما دلوقتي بالنسبه لهم ربنا يسوع له المجد يعني عدو مشترك. ثم ارسلوا اليه قوما، راحوا قالوا، مع اني بقول لكم مش اصحاب، رؤساء الكهنه والفريسيين دول ما كانوش اصحاب عمرهم، كانوا ضد بعض. لكن في الوقت ده زي ما هيرودس وبيلاطس في وقت تصاحبه قدام المسيح، كل الاشرار يتلموا على بعض. ارسلوا اليه قوما من الفريسيين والهيروديسيين، ده يعني كانك جبت الشرق بالغرب. الهيروديسيين دول ناس بتوع سياسه وبتوع هيرودس وبتوع مصالح، ويعني ما لهمش في الدين خالص، وسلوكهم غالبا منحرف تماما. والفريسيين قمة التزمت والحرفية طب ازاي دول يتقابلوا؟ راحوا الاثنين فرقتين مع بعض، واللي بعتنهم مين؟ رؤساء الكهنة والكتبة اللي حضروا كلام بتاع القرن، وطلع انه كلام ينطبق عليهم وربنا يسوع له المجد. اعلن نهاية القرن، القرن ده هيعمل بقى ايه؟ كرامين جداد اللي هم بقى العهد الجديد ورسل قديسين وكهنوت العهد الجديد، لكي يصطادوه بكلمة. كل المرحلة دي خلاص بيعدوا عليه التهم، بيمسكوا عليه الكلمة عشان هيصعدوا المسائل خلاص للرومان عشان ياخدوا حكم. فلما جاءوا قالوا له يا معلم نعلم أنك صادق. دول غيروا النغمة خالص، قبلها بشوية أرادوا أن يمسكوه يعني عاوزين يموتوه، دلوقتي بعثوا فريق تاني قالوا احنا هنختفي، ادخلوا انتوا بقى ايه وتكلموا باللين وبالمحايله. ما هو ابليس عدو الخير طريقته كده، لا يهزك جامد يلاقيك ما بتتهز، ما بتتهزش خالص، يجي لك من الناحيه الثانيه يبقى ناعم وكلامه حلو ويقعد ينفخ ويمدح. طبعا اللي شبه المسيح له المجد لا يتغلب بدي ولا يتغلب بدي. يا معلم نعلم انك صادق ولا تبالي باحد، يعني انت ما بتخافش من حد، لا تبالي بأحد، مش لا تهتم بأحد، يعني لا تخاف من أحد، لأن ما حدش يقدر يقول كده في الهيكل بالمواجهة الصريحة دي، ده لازم يكون مستعد للموت في أي لحظة. وفي نفس الوقت هو صادق، كل الشعب حس بالصدق، القصة دي مظبوطة تمام وركبة تمام على تاريخ اليهود. نعلم أنك صادق ولا تبالي بأحد لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس. شهادة جميلة وفضيلة جميلة نتعلمها من ربنا يسوع له المجد. الله لا ينظر إلى الوجوه، يعني إيه؟ إحنا كبشر فلان فلان ده حاجة كبيرة فممكن تعمل له حساب زيادة إن كنت تنظر إلى الوجوه، لكن الله لا ينظر إلى الوجوه، ينظر إلى القلب. لما صمويل النبي راح يرسم داود، قولوا الولاد ياسا الكبار
فصمويل انبهر كده بالكبار دول، فقال لربنا هو ده رب؟ قال له لا لا. قال له الإنسان ينظر إلى العينين، أما الله فينظر إلى القلب. ما ينفعوش دول، دول مناظر بس، فالوجوه دول ما ينفعوناش. فربنا يسوع له المجد شهد له من اللي بيكرهوه أنه لا ينظر إلى الوجوه. يعني ربنا مش بتاع فلان الغني وفلان، لا، ربنا بيدور على القلب اللي يحب. بل بالحق تعلم طريق الله، يعني انت بتقول الحق زي ما يطلع وزي ما يكلفك، ومش مهم اللي قصادك مين. ما هم لقوا انه بيخبط في رؤساء الكهنة اللي ما حدش يقدر يقرب منهم، المفروض عارفين سلطتهم وعلاقتهم ومؤامراتهم ودهائهم، فلقوا انه ما حدش بيخوفه. نعلم أنك صادق ولا تبالي بأحد، لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس بل بالحق تعلم طريق الله. طلعت شهادة من الأعداء أن المسيح له المجد، بالحق يعلم طريق الله. طب ما تصدقوا بقى، إذا كان المسيح له المجد يعلم طريق الحق بالحقيقة، طب ما تقولوا أمين وتقبلوا وتوب. أيجوز أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ وكأنه سؤال بريء، عاوزين يتعلموا خلاص، دول بقى ناس غير اللي فاتوا، فكأنهم بيسألوا في تفاصيل الدين، كأنهم أبرياء وأنقياء وناس طيبين وبيشكروا في ربنا يسوع ومعجبين بصدقه وشجاعته الحق اللي عنده. أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ نعطي أم لا نعطي؟ طبعا مين واقف حواليهم؟ الشعب، والشعب برضو ألفات. هذا السؤال شائك جدا. ليه؟ لو ربنا يسوع له المجد قال يجوز أن نعطي كل الشعب الفقير اللي حواليه ده، هيصعب عليه من المسيح، لأنهم حاسين أنهم مستعبدين ومستعمرين من الرومان ومذلولين، يدفعوا جزية كمان لقيصر وهم كلهم غلابة، فكل الشعب ده هيصعب عليه من المسيح ويمكن يسيبه. ولو قال لا تجوز الجزية لقيصر، بس خلاص كده تهمة أمن دولة، تهمة الهيروديسيين واقفين وكده، تبقى غلطة شائكة جدا في حق السياسة، لأنه بيثير شغب الناس على الحكومة، مش كده؟ لكن المسيح له المجد بحكمته المعتادة. ده سؤال تاني شائك، ما فاتش على السؤال الأولاني ساعات، بتاع بأي سلطان تفعل هذا، وكل سؤال مقصود يوقعهم في حاجة، يوقع ربنا في حاجة. لكن ربنا يسوع له المجد بمنتهى الحكمة والبساطة، علم رياءهم، علم رياءهم، يعني ربنا يسوع شايف الغرض، وقال لهم لماذا تجربونني؟ يعني ربنا يسوع حب يكشف الخدعة دي أو المؤامرة، فمش جاوب على طول، قال لهم لماذا تجربونني؟ يعني ما معناه بلاش الطريقة دي، انتوا بتضحكوا عليا، هو أنا مش فاهم غرضكم؟ المواجهة أحيانا تبقى مطلوبة. هم بيتجملوا وراء الأسلوب الرقيق الناعم المهذب، إنما لا، دي تجربة عشان يوقعوا المسيح له المجد في الكلام. قال لهم أنا عارف غرضكم، لماذا تجربون؟ آتوني بدينار لأنظره. كأن ربنا يسوع لا يملك دينار، هاتوا لي دينار، جابوا له دينار طبعا. فقال لهم لمن هذه الصورة والكتابة؟ ما هو كمان طول عمر العملة المعدنية تلاقي عليها صورة من حتة وكتابة من حتة، لمن هذه الصورة والكتابة؟ فقالوا له لقيصر. فأجاب يسوع رجع لهم الدينار، أو رجعوا غالبا للهيروديسيين. فأجاب يسوع وقال لهم أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. هنا ربنا يسوع له المجد طبعا كل الحكمة فيه، يقدروا يقولوا أنه هيج الناس عشان ما يدفعوش، يقدروش يقدروا يقولوا أنه قال لابد أن يدفعوا الجزية. ليه؟ هو قال اللي قيصر له فيه حق ياخده، ياخذ الحق لو كان له حق. اعطوا ما لقيصر لقيصر. وفي نفس الوقت ربنا يسوع له المجد قدم تعليم جديد مهم. الفلوس بتاعت الدنيا،
إنما النفوس والقلوب دي بتاعت ربنا. خليكم بفلوسكم بتوع قيصر لكن قلوبكم بتاعت ربنا. إن كان قيصر الدنيا يبحث عن الدينار فليأخذ الدينار، أما إله الكل يبحث عن القلوب فليأخذ القلوب. يعني رجعها ثاني إلى قيمة الأمور. إذا كانت الدنيا بتدور على فلوس ما تعملش مشكلة على الفلوس، ادفع ما يهمكش، في حاجة أهم. قلبك أنت فين؟ هو ربنا بيدور على القلب. ما لله لله. الدينار ده مكتوب عليه صورة قيصر وكتابته، خلوه ياخد حقه، ياخد حقه. لكن أنت يا إنسان مكتوب عليك صورة الله وكتابته. أنت يا إنسان مكتوب عليك صورة الله وكتابته، مش أنت مخلوق على صورة الله. أعطي ذاتك لله، أما الفلوس تروح، تروح لقيصر. فربنا يسوع له المجد أشار بالصورة والكتابة لحقيقة أسمى وأغلى، لأن احنا خلقنا على صورة الله. يبقى فرق كبير قوي بين قيمة القرش مهما كان وقيمة الإنسان. القرش قيمته من صورة الملك اللي عليه، إنما النفس قيمتها في الملك اللي فيها أو صورة الملك بتاعها، صورة ربنا. فربنا يسوع له المجد عاوز يوزن المسائل ويقول الفلوس دي أرخص حاجة، أقل حاجة، النفوس أغلى حاجة. وإن كان قيصر له حق لازم ياخده، أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. الشعب فرح بالإجابة. لا الشعب حس أنه بيضغط عليهم وبيزيد عبوديتهم، ولا الشعب حس أنه بيهيجهم ويعملوا ثورة، لا. ده هو بيقول لهم يا ناس خلي قلبكم مع ربنا، الموضوع أكبر من كده، خليكم عايشين لربنا والباقي ده سهل قوي مقدور عليه. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.